اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف. النهارده هنعرف مع بعض ازاي نضيف سبسكرايب لينك داخل الفيديوز اللي احنا بنعملها على اليوتيوب عشان نشجع الناس انهم يعملوا سبسكرايب في التشانل بتاعتنا، او ممكن ناخد اللينك ده ونبعته لاصدقائنا على الواتس او نبعته على الفيسبوك او في رسائل مثلا على الايميلز. ممكن لو عندك مثلا مجموعه من الايميلات وتبعت لهم اللينك دوت برضو يعملوا اشتراك في القناه بتاعتك، وبالتالي بتحاول ان انت تكبر الجمهور بتاعك في قناتك على اليوتيوب. الموضوع بيتم بمنتهى السهولة ان انت بتاخد اليو ار ال او العنوان الخاص بالتشانل بتاعتك وبتحط بعديه كود معين، انا هديهولك هسيبهولك طبعا في الوصف، هيسهل عليك الموضوع وهتاخد اللينك دوت وتحطه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعال نشوف مع بعض بعض النماذج اللي عاملة كده على التشانل الخاصة بيها على اليوتيوب. دي اول قناة معانا، اهي دي قناة ديفيد وولشر اونلاين، اهو هنا مثلا حاطط سبسكرايب تو ماي شانل اند جيت مور جريت ستيبس، وحاطط هنا youtube.com/c/ديفيد وولشر. تعال نشوف القناة اللي بعد كده برضو، اهي هنلاقي هنا برضو حاطط سبسكرايب كليك ذا بيل جيت مور موبايل اب توتوريال. نيجي للقناة دي مثلا، اهو هنا سبسكرايب فور مور فري يوتيوب تيبس، وده اللينك اهوت. هنفترض مثلا ان انا القناة ديت انا عامل لها اشتراك، انا عامل لها هنا ديت انا عملت انسبسكرايب عشان اوريكم اللينك ده هيشتغل ازاي. اهو مثلا هضغط على اللينك دوت، هيقوم طالع لي رسالة كونفيرميشن بيقول لي كونفيرم تشانل سبسكرايب، يعني اتاكد انت فعلا ار يو شور. انا بس هضغط سبسكرايب عشان الصوت. بس الرساله اللي ظهرت اهيت، انا حاططها هنا في ملف التكست دوت، هنا بيقول لي كونفيرميشن تشانل سبسكريبشن، بيقول لي ار يو شور يو وونت تو سبسكرايب تو اسم التشانل، يعني انت متاكد ان انت عايز تعمل اشتراك في القناه ولا لا، وبيديك اختيار تعمل كونفيرميشن او تكنسل براحتك. ودي بعض الرسائل اللي بتبقى بتشجع بيها الناس انها تعمل سبسكرايب تو ماي شانل. عشان ايه؟ يعني عشان انت هتحصل على معلومات عن الحاجه ديت، مثلا جيت مور جريت تيبس اباوت مثلا فوتوشوب او ان ديزاين عامه، subscribe for more free YouTube tutorials tips و subscribe to learn how to الحاجة بقى اللي انت بتقدمها في التشانل بتاع ده. دوت الكود اللي بتاخده وبتحطه بعد ال URL الخاص بيه. طب انت عايز تعرف ال URL الخاص بيه التشانل بتاعتك ازاي؟ تعالوا نبص هنا كده انواع ال URL اللي موجودة عندنا في قناة اليوتيوب. لو انا دخلت هنا على اليوتيوب هيلب، هتيجي هنا للجزء الخاص بالكاستم تشانل يو ار ال، بيقول لك اف اليجابل، يعني لو انت متاح لك او ان انت خلاص انت متاح ان انت تاخد اليو ار ال المخصص للتشانل بتاعتك عشان يساعد الفانز بتوعك ان هم يفتكروا اسم التشانل بتاعتك بسهوله، يعني تاخد اسم مخصص للقناه. بيبقى شكل اليو ار ال ده ازاي؟ بيبقى فيه شكلين اهو. اول حاجه هو youtube.com/اسم القناه بتاعتك، او youtube.com/c/اسم التشانل بتاعتك. تعال نشوف مع بعض، طب نجرب دوت ونجرب ده. انا مثلا هنا هدخل على اليوتيوب اهوت، هضغط هنا يوتيوب. تعال نشوف مع بعض انا بدخل على القناه بتاعتي ازاي. باجي هنا بعمل سلاش واقوم كاتب بي كرييتيف اونلاين، تمام، واقوم ضاغط انتر. كده انا دخلت باليو ار ال الخاص اللي انا بقول لكم عليه اللي هو youtube.com/اسم التشانل. طيب لو انا جيت هنا وقف الصوت، لو انا جيت هنا وقمت جاي قبل البي كرييتيف ديت وقمت كاتب هنا سي وعملت سلاش، يبقى كده youtube.com/c/bcreativeonline، برضو هضغط انتر، تمام، دخلني برضو على التشانل. طيب يا ترى لو انا كتبت بي كرييتيف اونلاين ديت مثلا كابيتال، هل هتفرق؟ لا مش هتفرق خالص. تعال نشوف مع بعض كده اهو، youtube.com/c/، قمت جاي مشغل الكابس لوك وكتبت بي كرييتيف اونلاين، انتر، برضو وداني للتشانل بتاعتي، مفيش فرق خالص. خلاص كده الانكور ده. ايه الشكل الثالث من اليو ار ال او العناوين اللي هو انت لسه عامل القناه جديد وما عندكش يو ار ال مخصص؟
طبعا ده له شروط ان انت توصل ل 100 مشترك، وطبعا هسيب لك برضو لينك في الكارد هنا في ازاي ان انت تحصل على كاستم يو ار ال خاص بالشانل بتاعك. تعال نشوف مع بعض. بس الاول دلوقتي لو انا عايز اعرف عنوان القناة بتاعتي، هضغط هنا على صورة الافاتار ايكون بتاعتي وادخل على اليوتيوب ستوديو، او ممكن ادخل هنا على سيتنج مباشرة عشان اجي هنا من الجزء الخاص بادفانسد سيتنج. هلاقي زي ما انتم شايفين اليوزر اي دي والتشانل اي دي. لو انا خدت التشانل اي دي بتاعي كوبي، هضغط هنا كوبي، تمام انا كده خدته كوبي، واجي هنا على التشانل، هاجي هنا اكتب يوتيوب تمام سلاش تشانل سلاش، وهو عامل بيست للعنوان اللي انا اخدته دلوقتي اللي هو خاص بالقناة بتاعتي، واضغط انتر. زي ما انتم شايفين برضو دخلني على القناة. ليه بوريك الاشكال المختلفة من اليو ار ال؟ لان اي يو ار ال من دول ينفع ان انا اضيف الكود بتاعي اللي انا هحطه لك في الديسكريبشن بعديه مباشرة، فبالتالي يفعل اللي هو اللينك الخاص بالسبسكرايب اللي احنا هنضيفه في وصف الفيديو عشان نشجع الناس انها تعمل سبسكرايب. تعال نشوف مع بعض بقى ازاي نعمل اللينك ده. هاخد اي عنوان من العناوين اللي انا مثلا، يعني العنوان دوت اهو ده بيودي للقناة بتاعتي، هاخده كنترول سي وهاجي هنا دوت الكود اللي انا قلت لك هسيبه لك في الديسكريبشن، هاجي قبليه واقوم عامل كنترول في، يعني هعمل بيست للعنوان ده. ايا كان العنوان طويل شوية بس هاخده كله بقى كده كوبي، واروح هنا في وصف الفيديو، يعني مثلا اي فيديو من الفيديوهات، مثلا هنفترض الفيديو دوت، هضغط عليه كده واجي هنا هقول له edit video. بمجرد ما عملت edit video هاجي هنا مثلا، هاجي هنا بعد محتويات الكورس مثلا، او مايل له مثلا هنا، هضغط انتر انتر كمان واقوم هعمل كنترول في. هاجي بس هنا كده احط له الرسالة التشجيعية اللي هي ديت subscribe for more free youtube tips ديت كده، هاخدها كوبي واحطها هنا كده قبل طبعا اللينك كنترول في واعمل هنا انتر تمام. تعال بقى نعمل سيف للفيديو ونشوف اللينك ده اشتغل ولا لا. طبعا انت كصاحب قناة، انت الاونر بتاع التشانل، ما ينفعش تدخل تضغط على اللينك ده، لانك ما ينفعش، يوتيوب بيقول ان انت ما ينفعش تشترك في القناة اللي انت مالك القناة ديت او انت صاحب القناة، ما ينفعش انت تشترك فيها. فيا اما تعمل لوج اوت، يعني تخرج من التشانل وتتم ساين اوت يعني، وتجرب اللينك، او تجربه في براوزر تاني خالص مختلف، فبالتالي انت مش متعود ان انت تدخل منه. فمثلا هدخل هنا على القناة، هدخل بقى على الفيديو ده نفسه اهو، الفيديو اللي انا شغال عليه. طبعا انا هنا مش عامل ساين ان، انا هنا مش عامل ساين ان، هدخل بقى على اللينك تحت في الديسكريبشن، اقول له هنا شو مور تمام، تسجيل في الموقع موقع ويكس، هاجي هنا سبسكرايب فور مور فري يوتيوب تيبس، هبدا اضغط على اللينك. زي ما انتم شايفين اهو ظهر لي، اهلا بيكم فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف، القناه اللي هتساعدك انك تبقى جرافيك ويب ديزاينر. مع اول اشتغل معايا وظهر الكونفرميشن زي ما شفنا مع بعض. طيب انت دلوقتي خلاص عرفت اليو ار ال، وممكن تاخد اي عنوان من العناوين الثلاثه، او ممكن تاخد العنوان اللي هو youtube.com/ اسم الموقع بتاعك او اسم اليوتيوب تشانل مباشره وتحطها برضو قبل اللينك. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليك في الفيديو وتكون استفدت منه، وتبدا تجرب وتضيف الحاجه زي كده. اللينك دوت في الديسكربشن، لان هيزود فعلا من فرص ان الناس تعمل سبسكرايب للتشانل. ولو انت مهتم بتطوير قناتك على اليوتيوب، ما تنساش تشترك في قناتنا بي كرييتيف اونلاين، مهتميه بتطوير قنوات اليوتيوب. انا احمد، يوتيوب سيرتيفايد، واتمنى الفيديو يكون مفيد، وما تنساش تضغط لايك وتشاركه مع اي حد مهتم بتطوير قنوات اليوتيوب. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.